بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكين عبد العالي MVP مايكروسوفت، ونبدأ دورة جديدة إن شاء الله اليوم حول كي كلوك. إذن عنوان الدرس هو مقدمة وطريقة تثبيت كي كلوك. الدرس الأول. إذن في تطبيقات الويب التي كنا نستعملها سابقا والتي تسمى سيرفر سايد، أي مثل الـ PHP والـ ASP كلاسيك والـ ASP دوت نت بعد ذلك، والجافا، جافا جي 2 أو سيرفلات في السابق. كل هذه الأمور كانت يعني تطبيقات ويب تشتغل على السيرفر، وبعد ذلك كان هناك جينيريت للكليونت بارت، أي منطقة الزبون تصله فقط HTML وجافا سكريبت جاهزة، يعني كل الكود جاهز. بعد ذلك تغير الوضع، لكن في التطبيقات السابقة كيف كنا نستعمل الاوثنتيكيشن؟ فالمستعمل عندما يدخل إلى الموقع عن طريق المتصفح نافيغاتور سيدخل كلمة السر طبعا واليوزر نيم، ثم تكون هناك عملية تأكيد هذه المعلومات، هل هي صحيحة، هل عنده يعني الدروا، يعني عنده الحق الوصول إلى الصفحات إلى آخره، وذلك أن تكون كل هذه الأمور مخزنة في قواعد البيانات. ثم السيرفر يقول أوكي، أنت يعني إليك صلاحيات، عندك صلاحيات، تستطيع الوصول إلى الموقع، فيعطيك الصفحات اللازمة ويحفظ في السيشن في ذاكرة السيرفر، في منطقة في ذاكرة السيرفر نحفظ بيانات هذا المستعمل المتصل. وعندي ID لهذه السيشن التي تخزن في منطقة الكليونت في كوكي، غالبا ما تكون في كوكي. أوكي. بعد ذلك المستعمل يغلق المتصفح، يعيد فتح المتصفح، يذهب أوتوماتيكيا إلى الصفحة التي كان فيها بدون المرور عبر صفحة التسجيل الدخول. لماذا؟ لأن السيشن ID الموجود في كوكي يتصل مع السيرفر، يقول له هل هذه السيشن انتهى صلاحيتها او لا، هل يعني هذا المستعمل قام بتاكيد الدخول او تسجيل الدخول او لا. فالسيرفر يقول نعم اعرف هذه السيشن، هي مخزنه عندي في الذاكره، اذا عندك صلاحيات الدخول. هذه الطريقه كنا نستعملها كما تعلمون، يعني نحن كمبرمجين دوت نت كنا نستعملها في الويب فورم، وايضا كنا نستعملها ايضا في الاسبي ام في سي. والاسبي ام في سي هناك ايضا يعني في كل حتى الويب فورم، يعني هناك مايكروسوفت التي اعطتنا شيء جاهز اسمه ايدنتيتي، ويندوز ايدنتيتي مايكروسوفت. واخونا ياسين عمل دوره بسيطه، تستطيعون يعني ساعطيكم الرابطه ان شاء الله في اسفل الفيديو كي تشاهدون كيف نعمل الاوثنتيكيشن عن طريق هذه الطريقه السهله جدا، عن طريق يعني هي صفحات، لأن صفحة اليوزر وصفحة يعني صفحة تسجيل الدخول وصفحة استرجاع باسورد خاطئ أو نسيناه، كل هذا يتطلب كوداج، يعني يتطلب وقت في البرمجة، وهي تتكرر من مشروع إلى آخر. في كل مرة أنشئ مشروع لابد أن أفكر في قاعدة البيانات، استعمال اليوزر، الرولز الخاصة باليوزر، ربما أقسم الرولز إلى عدة جداول، ثم أعمل صفحات خاصة بتسجيل الدخول، صفحة التسجيل، صفحة استرجاع كلمة المرور إلى آخره. من يعني لعدم تضييع الوقت في إنشاء كل هذا في كل مرة، فمايكروسوفت أنشأت لنا أداة حاضرة، يعني ما يكفي فقط إضافتها في تطبيق الويب فورم أو تطبيق الـ MVC، ASP.NET MVC. لكن بعد ما ظهور سنجل بيج وأمور السنجل بيج، ما عدنا نتكلم على سيشن والكوكي، بل أصبحنا نتكلم على GWT، أي هناك توكن. هناك عدة طرق بالطبيعة الحال، لكن أحسنها وأشهرها هي GWT. فالمستعمل يعمل authentication، يدخل كلمة المرور وإلى آخره، ثم السيرفر ينشئ له توكن خاص به، يقول هذا المستعمل مثل ما أنشأ سيشن وحفظ فيها المعلومات على مستوى السيرفر، هنا المعلومات تكون على مستوى الكليون التي تأتي من السيرفر في شكل GWT. إذن السيرفر يعطيه توكن، التوكن يرجع إلى الزبون اللي هو النافيغاتور المتصفح أو منطقة الجافا سكريبت
او منطقه بلازر اذا كان ويب اسمبلي او لغه اخرى. فعندما يصل هذا التوكن بالمعلومات التي نريد، نستطيع بعد ذلك عمل الوصول يعني الى الصفحات المتبقيه على مستوى السيرفر، او يعني الوصول الى الداتا عن طريق، يعني عندما نقول مستوى السيرفر معناها جيت يعني الريست اب اي، لان هناك في تطبيق الويب اصبحت منطقه الفرونت ومنطقه السيرفر، ومنطقه الباك اللي هي موجوده في السيرفر هي عباره عن خدمات ويب في شكل ريست اب اي او جراف كيو ال او جي ار بي سي، لكن غالبا ما تكون ريست اب اي. اذا الكليونت عندما يطلب انجولار، رياكت، فيو، بلازر الى اخره، عندما يطلب المعلومات من السيرفر يطلبها عن طريق ريست اب اي، عن طريق اب اي السيرفر يتخاطب مع قواعد البيانات ويرسل له البيانات. ففي كل مره يطلب شيء معين من السيرفر لابد ان يعطيه توكن. هل عندي صلاحيات للوصول الى هذه الصفحه؟ هل عندي الصلاحيات للوصول الى التطبيق ككل؟ هل الصلاحيات للوصول الى هذه الداتا الى اخره؟ كلها يعني الاوثنتيكيشن والاوثورايزيشن تكون على مستوى الفرونت اند، يعني على مستوى الانجولار او الرياكت او بلازر. والجي الجينيريت الجي دبليو بي تي والتاكد يكون على مستوى السيرفر. اوكي، اذا في كل مره نبني تطبيقات بهذا الشكل نحتاج الى اوثنتيكيشن. في السابق كما قلت نحتاج الى اوثنتيكيشن بهذه الطريقه، يعني دائما عند انشاء تطبيقات ويب مثل هك او موبايل او تطبيقات يعني اي شيء يعني من التطبيقات نحتاج الى تسجيل الدخول. فهناك ناس فكرت في ان تنشئ بورتا، يعني اداه تسمح لنا بالوصول يعني بالتخاطب معها، فهي التي تسير كل الاوثنتيكيشن المستعملين والرولز والى اخره عن طريق داشبورد معينه، وهي تقول لك هل هذا المستعمل عنده صلاحيات ام لا، هل عنده صلاحيات الى هذه الورق الصفحه ام لا الى اخره. فما عليك الا تثبيت هذه الادوات وكونفيجريشن لها ثم تشتغل معها، ولا يعني لا تبرمج انت هذه الصفحات للاوثنتيكيشن. من اشهر هناك وان لوجن، هناك كي كلوك، كي كلوك، وهناك اوكتا. هذه اشهر الادوات التي هنا اسمع بها كثيرا هنا في باريس، فهذه اشهر ادوات خاصه جماعه جافا يستعملونها بكثره. فالان نحن كمبرمجين دوت نت نسمع كثيرا ايضا عن كي كلوك لانه موجود حتى في الكلاود. اوكي، اذا كي كلوك هو منتج كما قلت ليس فقط في الدوت نت، هو مستعمل كثير، بالعكس مستعمل كثير في الجافا. فقط يعني عندما جمعت الدوت نت، عندما سألت يعني أصدقاء قالوا لي أن هي أحسن أداة يعني نستطيع عملها بسهولة مع الدوت نت، مع السي شارب أحسن من الأشياء. يعني هناك الكثير من الأمور، هنا ذكر ثلاثة فقط لكن هناك الكثير طبعا. أوكي، نرجع إلى التعريف. هذا تعريف يعني وجدته في النت. إذا يخبرنا أن الكي كلوك هو مفتوح المصدر، هو أنه يستخدم بروتوكولات معينة، هو من شركة أباش ومدعم من ريدات، وتعلمون أنهم مشهورين في السيكريتي يعني. أوكي، وهو يعني يستعمل أساسه، سنذكر الأساسه ما هو بعد ذلك. الخصائص والميزات، إذا هناك سأترككم تقرؤون يعني كل هذا، نعطيكم باختصار يعني الأمور. إذا هو أداة تسمح لك بالوصول يعني عدة تطبيقات، تصل إلى يعني تطبيقات تعملها configuration على مستوى هذه الأداة، وكل التطبيقات تستعمل بنفس الطريقة، يعني بنفس، لا داعي إلى إنشاء في كل مرة تنشئ تطبيق خاص أو صفحات خاصة بتسجيل الدخول، مع يعني centralize هي موجودة في المركز وكل التطبيقات مرتبطة بها وتصل إليها هي عن طريق سواء الكونسول، سواء API، او سواء ايضا داشبورد، يعني عندها منطقه داشبورد على مستوى المتصفح للادمين. اوكي، هي تعتمد طبعا على، هي نوع من الاساسو، وموجوده في الكلاود ايضا. هناك ايضا هذه الميزات، لا اقرا كل شيء لكن اعطيكم باختصار الامور. بسيطه التنفيذ، مؤسسه قويه، تستطيع ايضا الوصول الى الادي اكتيف دايركتوري، او تستعمل ايضا الاوثنتيكيشن عن طريق مثلا جوجل اوثنتيكيتور.
قابلية توسع، تستطيع يعني تغيير قواعد البيانات، يعني استعمال العديد من قواعد البيانات، هي موجودة كما قلت أيضا في الكلاود. إذا أبسط شرح لكي كلوك هو عبارة عن Identification and Access Management، إذا هي بوابة لتسجيل الدخول والمشتركة بين مختلف التطبيقات. يعني هذا هو الشيء الوحيد يعني المهم، أنها تطبيق واحد نستطيع اشتراكه مع كل التطبيقات، هكذا لا أبرمج في كل مرة صفحات تسجيل الدخول. طريقة التثبيت على السيرفر، إذا طريقة نمر إلى طريقة التثبيت، نذهب إلى المتصفح ونكتب كي كلوك كي لا أخطأ في الكتابة. أوكي، نعمل داونلود هنا ونتحصل على ملف الزيب، نضغط على هذا ملف الزيب فيقوم بالتحميل. نقد قمت بتنزيله من قبل، فهذا المجلد يحتوي على كل هذه الأمور، أنا وضعتها في بروجرام فايل، كل الأمور أضعها هنا، وكي كلوك موجود هنا، وبين. إذا هناك منطقة الكونفيجريشن الخاصة بتعريف قواعد البيانات وتعريف الهوست وإلى آخره الخاصة بهذه الأداة، تجدونها في ملف كي كلوك كونفيج. إذا تستطيع التغيير هنا مثلا الهوست نيم لاسم السيرفر، وأيضا هناك قواعد البيانات إلى آخره، ولتنفيذ التطبيق نستعمل كسي بات. إذا الطريقة هي نذهب إلى CMD. إذا عنده سيرفر خاص به، لا يشغل على سيرفر يعني إياس أو أباش، بل هو عنده سيرفر خاص به، وأظنه يعني أباش في الخلفية يعني. ونكتب التعليمة الموجودة يعني في الدوكيومنتاسيون الخاصة بكي كلوك لتنفيذ، نكتب هذه التعليمة. إذا qc.bat start dev هنا، لأني في منطقة ديفلوب، لم ليس عندي هوست أو إبرجمون للبرودكشن كي أكتب start to core هكذا، لذلك سأكتب dev كي يعرف أني سأجرب هذه الأدوات. إذن هو سيفتح البورت 8081 أظن، كما قلت هو من شركة أباش، يعني أكيد يشتغل على سيرفر أباش منذ حين، يعني أخطأت في الجملة، لكنه يعني هو الذي يثبت كل شيء يعني لوحده، لا نكتب ولا شيء. localhost 8081 هنا هو البورت، لا 88 أظن، إذا لوكال أوست 88 هذه موجودة أيضا، يعني أظن أنها موجودة في الكونفيج، يعني نستطيع تغييرها، البورت أكيد يعني موجود في مكان ما هنا البورت لتغييره، أو هناك شيء معين يعني لنكتبه كي يتغير البورت. أوكي، إذا سنتوقف هنا ونبدأ إن شاء الله في الدخول إلى الاثنتيكيشن وإعطاء كلمة المرور إلى آخره للأدمن، يعني عملية الداشبورد كما تلاحظون، هذه الداشبورد الخاصة به. الدرس القادم نكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.